لبيك اللهم لبيك. 45 مرحلة كان يقطعها الحاج اليمني خروجا من منزله ووصولا إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، والتي لم يكن لأي فرد أن يتخلى عن أدائها أو يقصر، فالمسألة كانت بدنية أكثر من كونها مرتبطة بالجانب المادي كما هو عليه الآن، بل أنه كان هناك ارتباط روحي له علاقة وثيقة بلقاء الخالق ببذل المشقة والإنهاك في الوصول إلى مربع يعود فيه الفرد من الخطايا والذنوب كيوم ولدته أمه. جهد ليس بالسهل، فهناك 45 يوما يخرجها الحاج من داره في صنعاء، قد تزيد إذا كان من ذمار أو باتجاه اليمن الأسفل. هذا وكانت تتوزع ساعات السفر من 3 فجرا إلى 12 ظهرا، وتحديدا إلى حين تتعامد الشمس على أعلى الرأس ويختفي الظل، لتكون الاستراحة والاستعداد ليوم رحيل آخر. وفي الوقت الذي يجاهد الحاج فيه نفسه وبدنه لخوض كل هذه المغامرة، وهو على علم بأنه في رحلة شاقة، لكن قلبه مطمئن بأن مدرهة قد نصبت للتذكير بمهمته الشاقة والحديث عن وعثاء السفر الذي يلاقيه، لتنطلق الدعوات للإله بتوفيقه وأن يرده إلى أهله سالما غانما مرضيا عليا. كل كلمات المدرة هي كلمات تراثية وكلمات عرفت منذ القدم بأصالتها ورونقها وروعتها. يعود أول نصب للمدرهة منذ 1200 عام في صنعاء وما جاورها من مناطق، وتعتمد في نصبها على أعواد الخشب والأجراس وزينة الحاج كان ذكرا أو أنثى، وينادى فيها بصوت شجي هو أقرب لعواء المطاحن ذو الشجن وطابع الحزن، وتغنى بأبيات عفوية وبطريقة خاصة ومؤثرة. المدرهة عادة يمنية قديمة تقام بمناسبة موسم الحج، وتبدأ هذا المدرهة قبيل انتقال الحاج إلى بيت الله الحرام، وتستمر حتى عودته في عدد من البيوتات في صنعاء. تشهد المدرهة مؤخرا تراجعا حادا في الانتشار بسبب طغيان الزمان على هذه العادة وسهولة ذهاب الحاج من بلده إلى المشعر الحرام دون ما المشقة التي كان الأسبقون يعانون منها، لكن منظمات ومؤسسات ثقافية وتراثية هي من تحاول إحياء هذه العادة من الاندثار اليوم.